في الحقيقة أردوغان استغل هذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها الأستاذ الفرنسي، واستغل أيضا الصور التي استفزت المسلمين والتي صورت نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. تركيا تريد أن تنتهز كل الفرص حتى تظهر للعالم العربي الإسلامي أنها تدافع عن الهوية الإسلامية. تركيا هذه المرة أردوغان تجاوز كل الحدود، كل حدود اللياقة الدبلوماسية. لم يسبق في تاريخ الدبلوماسية إن تفوه رئيسا أو مسؤولا كبيرا في أي دولة ضد رئيس دولة أخرى بوصفه ماكرون بالمجنون أو بالمختل عقليا. أنا أظن المختل عقليا هو للأسف الشديد هو أردوغان. أردوغان اليوم يسير بدون يعني بوصلة، فقد كل أصدقائه، وحتى أمريكا على علمك يعني بعد أوروبا التي هددته بفرض عقوبات، حتى أمريكا ستفرض عنه عقوبات على خلفية الصواريخ S-400 الروسية. أردوغان خسر كثيرا في الدبلوماسية، وحتى وهذا ليس بجديد، حتى نعم. الجبهة الداخلية تفتتت ولم يعد له نصيرا إلا القلة القليلة جدا. طيب أستاذ نور الدين، الآن يعني دعوة أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية وما قبل هذه الدعوة من تنديد أوروبي، هل ستكون هذه الدعوة سببا في قطع شعرة معاوية بين النظام التركي والاتحاد الأوروبي؟ هو طبيعي، هو على فكرة العلاقات الأوروبية التركية كانت ضعيفة جدا وكانت مهتزة جراء المشكلة يعني السورية والليبية، هذه جانب. من جانب آخر تركيا تهدد دائما أوروبا بفتح حدودها للمهاجرين غير الشرعيين. لعلمكم أن تركيا تحصلت على 10 مليار دولار حتى تسد أبواب الهجرة غير الشرعية، والآن أوروبا بصدد توفير يعني ضمانات أخرى لحدودها وستستغنى عن أردوغان. هذه حاجة. الحاجة الثانية أن أردوغان تدخل فيما لا يعنيه. وزير الداخلية الفرنسي صرح بصريح العبارة وقال إن على أردوغان أن لا يتدخل في شؤون الداخلية. هذا تدخل صارخ في شؤون دولة أخرى، يعني تجاوز كل حدود اللياقة كما قلت. نعم. فالأردوغان عندما تفتتت علاقاته مع كل الدول، مع مصر، مع الشرق الليبي، وبعض أعضاء الغرب الليبي، مع أوروبا يعني، ومع اليونان، مع طبعا مع سوريا، وما لم يبقى له في هذا العالم إلا مشيخة قطر التي تضر عليه بالأموال الطائلة، ولكن هذا لن يدوم، لأن قطر سيفرض عليها عقاب. إن فرض على تركيا عقاب من أمريكا ومن أوروبا، سيفرض على قطر عقاب حتى لا تغدق الأموال كما كانت تفعل على تركيا. وتركيا هو أراد بهذه يعني الدعوة، المشكلة هذه، يريد يعني ربح ود العرب والمسلمين، فلن يفلح. حتى في مقاطعة السلع الفرنسية لن يفلح، لأن علاقاتنا وعلاقات العالم الإسلامي والعربي أكبر من أن نقاطع بعض المنتجات الفرنسية. لا يمكن أبدا أن تستمر هذه الحالة. نعم، أشكرك جزيل الشكر نور الدين الشافعي، صحفي وناشط جمعياتي، كنت معنا مباشرة من باريس.